لا يخفى عليكم أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي، واللي يتميز بحرية العرض والطلب والوفرة والتنوع من في السلع والمنتجات الاستهلاكية التي تتأثر بعوامل عالمية متعددة، من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية، إلى جانب الحوادث والكوارث والتقلبات الطبيعية. من الملاحظ أن الأسعار عالميا باتجاه الانخفاض ولله الحمد، بحسب ما أشارت له منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، إذ انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يناير بنسبة تقريبا 18% مقارنة بمارس 2022. ونود التأكيد بأن مملكة البحرين ولله الحمد لديها مخزون كافي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة الموقرة لاستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية.